الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. إذا احنا بنتكلم هنا قرار مهم من البنك المركزي، وبينص على استمرار الإجراءات الاحترازية اللي تم ممتدة من العام الماضي بسبب كورونا. قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مد سريان بعض القرارات اللي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة اللي هي جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة ومدتها 6 شهور تبدأ من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2021. القرارات اللي تم مدها حقيقة يعني للفترة الجديدة هي الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، كمان الإعفاء من أي رسوم خاصة بإصدار المحافظ الإلكترونية وتبقى مجانا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، تمام، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين الحسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي آخر. كمان إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين اللي زي ميزة والكروت المدفوعة مقدما هتبقى مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء أي بنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وكمان إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي. خدوا بالكم هنا بقى عشان الفترة اللي فاتت مش عارف إيه والإيه والأسعار، لا تم التمديد، هتبقى مجانا برضو السحب النقدي لأي عمليات مالية. الآن يتحمل بنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات. لا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية طبعا. صرح الأستاذ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن القرارات اللي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي والتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في القبول في الإقبال على وسائل وقنوات دفع إلكترونية. الكلام ده طبعا طبقا لكلام رامي أبو النجا بيدعم توجه الدولة المصرية وتوجه لتحول المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد أو ما يطلق علينا نقول كلام على الشمول، تطبيق مبادئ الشمول المالي أو الشمول المالي. من ناحية تانية الأستاذة أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن القرارات اللي تم مدها اعتبارا من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021 نضمن الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي اللي تقريبا تتراوح قيمتها التقريبية بين 40 ل 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، يعني إلى يعني بالإضافة أنه تحمل البنك المركزي عن الفترة السابقة من تكلفة حوالي 90 مليون جنيه هيتحمل البنك المركزي بالكامل. كمان تضمنت القرارات اللي تم مدها لفترة جديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات اللي بتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات اللي بتتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللا تلامسية برد العمولات التبادلية. كل ده لتشجيع طبعا تجار والشركات على تفعيل مدفوعات التلامسية اللا تلامسية اللي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة أو الصغيرة تتعدى 600 جنيه. جهد مشكور البنك المركزي اللي بيأكد أنه هيواصل المتابعة عن كسب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية في تطورات تداعيات الجائحة كورونا للتدخل بشكل فوري باتخاذ تدابير مناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي. دايما احنا البنك المركزي دايما بيسبق بخطوة ودي مهمة جدا. تحية خاصة للقائمين على إدارة البنك المركزي وإدارة السياسة النقدية في مصر. موضوع اللي بعد كده نتكلم فيه بدون حساسية